مع توفر مجاليات اليوم يمكننا القول أن حصلنا على نصف الأول من ألعاب كريسماس، ولم يتبقى إلا 7 عناوين أخرى على أمل أن تكون ألعاب تقدم تجربة ممتعة، لأن المجاليات السابقة لم تنل استحسان الكثير من الشباب، وهذا ما لاحظناه في التعليقات. رغم أن الألعاب كانت تقدم تجربة مختلفة، وأنا متأكد أن الفرصة ستنال استحسانك، خاصة لوب هيرو و The Vanishing of Ethan Carter، بالإضافة إلى مجانية اليوم Mutant Year Zero Road to Eden. ولمعرفة أكثر حول العنوان خليكم معنا. Mutant Year Zero Road to Eden هي لعبة turn-based strategy صدرت في ديسمبر 2018، وإذا كنتم محبي ألعاب مثل XCOM أو Dark Dungeon فأكيد ستنال استحسانك. تأخذك أحداث قصة اللعبة بعدما تعرضت الأرض إلى حرب نووية، وبدأ الكل يبحث عن النجاة بأي طريقة، وتم إنشاء بعض المعسكرات الآمنة، ومهمتك هي الوصول إلى أحد هذه المعسكرات. ولكن المهمة لن تكون سهلة، فرحلتك سوف تبدأ عبر فريق مكون من 3 شخصيات يمكنك التحكم فيهم جميعا، وكل منهم يتميز بقدرات مختلفة، مثل الشخصية البشرية خبيرة في المتفجرات، أما البطة فهي الأفضل في قتالات بعيدة المدى بفضل القوس الخاص بها، أما بالنسبة للشخصية الثالثة فهي تملك بندقية وهي الأفضل في قتالات وجه لوجه. كل الشخصيات الثلاثة قابلة للتطوير إذا كان من ناحية العتاد أو عبر شجرة المهارات، ومن أجل تطوير العتاد سوف تحتاج لجمع موارد وبيعها. أما بالنسبة لأسلوب اللعب فتعتمد القتالات على وضع خطة دائما ودراسة كل الاحتمالات الممكنة، وأيضا يمكنك استعمال التخفي للقضاء على الأعداء، ولكن الأمر لن يكون دائما سهل، فتحتاج من أجل اكتشاف العالم إلى استعمال المصباح، وهذا ما يلفت نظر الأعداء إليك. ويمكنك إعطاء الأوامر لفريقك مسبقا، في حال تحرك العدو يمكنهم إطلاق النار أو الهجوم مباشرة بدون تدخلك. أما بالنسبة للمرئيات والصوتيات في اللعبة فهي مقبولة، مع العلم أن اللعبة تم تطويرها من طرف استوديو صغير. I'm Ducks, and he's Borman. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. Mutant Year Zero Road to Eden مع متوسط تقييم 8.7 من قبل النقاد و 7.8 من قبل اللاعبين على موقع Metacritic هي العنوان المجاني السابع في قائمة مجانيات كريسماس على متجر إيبك جيم، وبمجرد إضافتها إلى مكتبتك سوف تبقى معك إلى الأبد. وبهذا شباب تبقى 7 عناوين مجانية من المحتمل أن تكون ألعاب جيدة، ولمعرفتها سويعات قبل توفرها ما عليك للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. وبهذا نكون حقنا نهاية حلقتنا لليوم. استودعكم الله. سلام.